حفر البهجة في الروح كما رسم الابتسامة فوق الشفاه، ناظر مدرسة البساطة والسهولة في الكوميديا ليقترن اسمه بلقب الضاحك الباكي. هو الفنان القدير الراحل عبد المنعم إبراهيم، الذي يحتفل الفن المصري والعربي بمئويته هذا العام. إيه معنى الحياة؟ شفتوا بقى؟ إيه معنى الحياة؟ ها؟ ها؟ بتقول إيه؟ لا أقول لك أنا بقى. حصل عبد المنعم إبراهيم على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 1949. بعد تخرجه ضمه الفنان الكبير زكي طليمات إلى فرقة المسرح الحديث، حيث شارك في عدة مسرحيات قدمتها الفرقة حتى عام 1955 مثل مسمار جحا وست البنات. بعدها انضم إلى فرقة إسماعيل ياسين. دي كانت برضه فايتاني، فكرني أصلاً ذاكرتي ضعيفة شوية. تميز عبد المنعم إبراهيم في السينما بتقديم عشرات الأدوار الثانوية، فمن أبرز أعماله أفلام بين القصرين وإشاعة حب والزوجة رقم 13 وأضواء المدينة وإسماعيل ياسين في الأسطول. تألق عبد المنعم إبراهيم في أدوار البطولة المنفردة، حيث آمن المنتجون بموهبته فقدم واحدا من أهم كلاسيكيات الكوميديا في السينما المصرية، وذلك في فيلم سر تقية الإخفاء. الناس ما أمات يا مستر نوجر، أنا دخلت بطريقة محدش يعرفها أبدا، لا في أوروبا ولا في أمريكا. طريقة؟ أيوة. إيه الطريقة دي؟ طريقة البللم. بللم؟ إيه دي؟ ما تحاولش تفهمها، ما تتقل نفسك. في عام 1961 حصل عبد المنعم إبراهيم على فرصته لتقديم عمل سينمائي في أثينا، لكنه تلقى برقية تدعوه للعودة إلى مصر بسبب تدهور الحالة الصحية لزوجته، فعاد إلى القاهرة ليجد زوجته قد فارقت الحياة تاركة له 4 أطفال في سن الطفولة. بعدها بعامين شاء القدر أن تضاعفت مصاعب الحياة، فتوفي شقيقه تاركاً 6 أبناء ووالدتهم في أمانته، ليجد عبد المنعم إبراهيم نفسه مسؤولاً عن رعاية أسرة مكونة من 11 فرداً كان لهم خير أب وراع حتى رحيله. لكن في النهاية مش هنوصل لحل دلوقتي، لا، أنا عايز أقول إن الحياة حلوة وجميلة وتستحق إن الواحد يعيشها.